أهلا وسهلا بكم في الملف الأخير لهذا اليوم. حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء والدواء المستهلكين من مستحضري قوة الحصان سيل ديفا ممكن اسمه كذا وإذا أنا مخطئ فيه، وأيضا مستحضر آخر يسوقان طبعا على أنهما يعالجان الضعف الجنسي، في حين أنهما يعني في حديث انهم يحملان ادعاءات مضلله وانهما مغشوشان بماده دوائيه لا تستخدم الا بوصفه طبيه. ووضحت الهيئه في بيان على موقعها الالكتروني ان المستحضر يسوق في شكل اقراص وبخاخ من قبل باعه متجولين ومواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على انه مستحضر يعني طبيعي وفعال لمعالجه الضعف الجنسي. للحديث في عن هذا الملف معي الأستاذ عبد الرحمن السلطان، وهو المدير التنفيذي لإدارة التوعية والإعلام في الهيئة العامة للغذاء والدواء. أستاذ عبد الرحمن شكرا لحضورك. حياك الله، أهلا وسهلا. ما الذي دفعكم إلى هذه التحذيرات، وهل ثبت يعني لديكم أن المستحضرات تباع في الصيدليات في المملكة أم لا؟ طبعا هذه المستحضرات لا تباع في الصيدليات، ولكن لدينا نحن برنامج لبسط المستحضرات والمنتجات التي لها ادعاء التي يدعى لها ادعاء طبي عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي او عن طريق بعض الباعة المتجولين، وبالتالي نقوم بمحاوله الحصول على مثل هذه المستحضرات وتحليلها للتاكد من خلوها من اي مواد نقدر نقول ضاره. فمن خلال الرصد الدوري وجدنا هذين المستحضرين اللذين يدعيان انهما يقومون بعلاج الضعف الجنسي، وللأسف ثبت بعد تحليلهم في مختبرات الهيئة احتوائهم على مواد دوائية لا تصرف إلا بوصفة طبية وضمن تراكيز محددة. للأسف المستحضرات هذه فيها المادة بشكل قد يكون منخفض وقد يكون مرتفع، تؤثر بشكل كبير جدا على مستخدمها، لأنها أصلا لا تصرف لمن لديه مشاكل في القلب أو لكبار السن. لذلك كان التحذير مع طبعا انه قيام الهيئه بواجبها عن طريق مفتشينها بمسح كامل للاسواق المحليه للصيدليات واماكن بيع مثل هذه المصادر للتاكد من عدم توفرها، ولكن هذه الاعلانات عن طريق موقع الكتروني او عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي هو للتاكد وللوصول للمستهلك، لان نعتقد في نهايه الامر انه المستهلك هو خط الدفاع الاول، يجب ان يكون على اطلاع كامل بما يعني يتم الادعاء. طيب ما هي الأعراض الجانبية التي ممكن تسبب هذه المستحضرات؟ طبعا استخدامها بشكل مستمر أو دون إشراف طبي قد تؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم، إلى مشاكل في الدورة الدموية، لأن هذه المستحضرات أصلا هي مستحضرات دوائية. للأسف أن مثل هذه المستحضرات اللي تكون مجهولة المصدر، مجهولة طريقة التركيب والتصنيع، تؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا، وهي أن أقراص هذه المستحضرات تكون مختلفة التركيز، فقد يكون القرص الأول في مثلا 500 ملي جرام، الثاني في 200، الثالث في 1000، لأنه لم يتم تصنيعها بطريقة صيدلانية صحيحة. لذلك الخوف، كل الخوف من استهلاكها بطريقة غير مقننة، تؤدي حقيقة إلى مشاكل مثل ما ذكرنا في ضغط الدم ومشاكل في الدورة الدموية. دائما احنا نقول أنه يجب أن لا يستخدم أي شخص أي مستحضر صيدلاني إلا بعد التأكد أنه مسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهذا أصلا يكون موجود على العلبة الخارجية في رقم التسجيل وتسعيرة هذا المستحضر. ولمزيد من التأكد احنا على موقعنا الإلكتروني وعبر التطبيق الموجود على جميع الهواتف الذكية لدينا برنامج إلكتروني تستطيع إدخال فيه اسم المستحضر، يظهر لك نتائج البحث انه مسجل او غير مسجل واسعار وكافه المعلومات عنه. طيب هل عرفتم يعني مصدر هذه المستحضرات؟ طبعا هذا احدى الخطوات اللي يجري العمل عليها حقيقه للتاكد. طبعا هي اكثرها تاتي بشكل غير نظامي عن طريق التهريب او عن طريق بعض المسافرين بشكل شخصي، لكن احنا عندنا الاداره التنفيذيه للتفتيش وانفاذ الانظمه دورهم بالتواصل مع الجهات المختصه للوصول الى المصادر الاساسيه لمثل هذه المستحضرات. طيب هل أبلغتم الجهات المعنية بسحب هذه المستحضرات أم أنكم تكتفون بالتوعية فقط؟ لا طبعا هذا أحد أهم الأدوار اللي نقوم فيها في البداية، التنسيق متواصل دائما مع الأخوان في وزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك الأخوان في وزارة الداخلية للتأكد من خلو أو عدم وصول مثل هذه المنتجات للمستهلكين، بالإضافة إلى مفتشي الهيئة
الذين ينشطون في أغلب المدن الرئيسية. طيب عادة أنتم يعني هذه بس الطريقة الوحيدة اللي ترصدون فيها مثل هذه الظواهر أنه مسح سريع، أم أنكم أنتم أيضا تتقبلون شكاوى من المواطنين؟ لا طبعا عندنا التطبيق الإلكتروني وموقع إلكتروني وكافة وسائل الاتصال تستقبل البلاغات عن أي شيء ممكن يرصده المواطن، بالإضافة إلى البرامج المتصلة أصلا مع الهيئات الرقابية الدولية، لأنه مثل ما يعرف الجميع في بعض المنتجات يعني قد يظهر عليها بعض الأعراض الجانبية أو مشاكل في الجودة لا تظهر إلا بعد فترة، فنحن متواصلين مع الهيئات الرقابية الدولية عبر برنامج اسمه التوقف الدوائي، وهذا برنامج تشرف عليه منظمة الصحة العالمية، إنه أحد أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط المشاركة والتي تقدم معلومات من داخل المملكة لهذا البرنامج، بالإضافة إلى استقبال ما يرد من الممارسين الصحيين سواء من أطباء وصيادلة من ملاحظات على جودة بعض المستحضرات وغيره، كما أن لدينا برنامج كبير جدا لمتابعة المستحضرات الصيدلانية ما بعد التسويق، وذلك بالقيام بأخذ عينات عشوائية، ومن برنامج كبير جدا يشمل كافة مناطق المملكة وبالذات المناطق الطرفية، نأخذ منها عينات يتم تحليلها للتأكد من التزامها بالمواصفات الفنية التي تم على أساسها فسح مثل هذه المستحضرات. نعم. لكن الإشكالية الكبرى بعض المرات هو دخول بعض المستحضرات عن طريق بعض المسافرين بشكل شخصي أو عن طريق وسائل ملتوية تهريب وغيره، لذلك نعمد إلى أن التحذير عنها بشكل مباشر عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي وغيره لنضمن أن لا تصل للجميع. طيب أنا بس أيضا ودي أسأل، كم عمر وجود هذا المستحضر في الأسواق؟ عرفتوا هذه؟ لا ما أعتقد أنه يعني مدة قليلة جدا، يعني هو ظهرت بعض الملاحظات خلال الأشهر القليلة، ثم أخذ العينات من للتأكد من خلوها من يعني المشاكل فيها، لكن من فترة قريبة جدا، لأنه برنامج الفحص والرصد مما يتم تداوله في الأسواق المحلية برنامج متواصل، وله فريق متخصص يقوم بالرصد والتأكد بأي مستحضر نقدر نقول يتم تسويقه عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي، لدينا فريق متكامل لمتابعته للوصول لمصادره لكي نضمن حقيقة خلو السوق السعودي من مثل هذه المنتجات. شكرا لك الأستاذ عبد الرحمن السلطان، المدير التنفيذي لإدارة التوعية والإعلام في الهيئة العامة للغذاء والدواء. معي أيضا عبر الهاتف الدكتور بندر العبد الكريم وهو استشاري العقم وأطفال النبيب. دكتور بندر شكرا لحضورك معنا، مساء الخير. مساء النور، شكرا على الاستضافة وشكرا لضيفك الكريم. دكتور، هذين العلاجين المستحضرين هل سمعت عنهم؟ ما مدى الضرر اللي ممكن يلحق بالناس؟ هل راح يوصل لمرحلة أنه ممكن يصير في عقم، ممكن يصير في مشاكل؟ ممكن. والله في الحقيقة العلاجين هذولا كانوا منتشرين في الفترة الماضية بشكل كبير بين المرضى لدينا في العيادة، ونشكر هيئة الغذاء والدواء على هذا المجهود اللي يبذلونه في سبيل إيصال المعلومة للمواطن. في الحقيقة الأمر مشكلة العلاجين هذول في أنهم باختصار، قد أنا لا يحكمني بعض الأمور التي تحكم الهيئة، هو باختصار هو عبارة عن الفياجرا. علاج الفياجرا وضع بشكل تجاري آخر، وتصنيعه غير مضبوط، لا نستطيع التأكد من تركيز المادة العلاجية من حبة إلى حبة أخرى ومن كرتونة إلى كرتونة أخرى. المشكلة في المضاعفات الجانبية لهذا العلاج. هذا العلاج هو مستحضر صيدلاني، يجب أن يصرف من قبل الطبيب المعالج، يجب على الطبيب المعالج التأكد كل هذا من سلامة المريض في حالات مرض القلب المزمن، احتشاء عضلة القلب، ضعف تروية عضلة القلب، في حالات بعض ضعف الكلى، وجود قصور في وظائف الكبد، قد يؤثر هذا العلاج وقد يكون له مضاعفات جانبية خطيرة قد تصل إلى الوفاة. لكن الطبيب المعالج هو من يحكم تدرج الجرعة وإعطائها للمريض بالشكل المناسب واستخدامها بالشكل الصحيح. إذا أعطيت بشكل عشوائي أو عن طريق هذه الأدوية المنتشرة الآن بعدة مسميات باور هورس مان في آي بي أو أيا كانت، المشكلة تكمن في استخدامها من قبل المرضى المفترض لا يستخدموها، والمشكلة الأخرى أن تركيزها غير ثابت وارتباطي. نعم. طيب دكتور ويد، ودي أسأل ما مدى إقبال السعوديين من الرجال تحديدا على مثل هذه المستحضرات بشكل عام؟ هل هي في ازدياد؟ هل هي فعلا يعني من باب احتياج، من باب نصائح طبية، أم مزاج عام شخصي؟ و
والله من باب التجارب الشخصية. للأسف لدينا ثقافة هي ثقافة التجارب الشخصية. استخدمه زميلي أو صديقي سأستخدم نفس العلاج. للأسف يأتون في العيادة أرى أن المريض يأتين مثلا لديه ضعف أو قصور في وظائف الحياة المنوية، في عددها، في تشوهاتها، في سرعتها، يستخدم عدة أدوية في نفس الوقت، وأتفاجأ أنه يستخدم أكثر من مستحضر هما نفس الشيء نفس التركيبة ولكن بعدة مسميات. نرى كثير يا أستاذ علي من المآسي عندنا في العيادة. تجد مريض كان في وضع وهم في أعمار صغيرة، كان مستوى التحليل لديهم في مستوى مقبول، نستطيع مساعدته بعملية أطفال أنابيب والحقن المجهري وأيا كان، بعد استخدام الأدوية هذه سواء كانت عن طريق أدوية تباع على شكل معلب أو مصنع أو من الأدوية الشعبية، نجد تدهور كبير في الحركة المنوية خصوصا في مستوى التشوهات، وهذا يصعب مهمتنا في مجال أطفال أنابيب لمساعدة الزوجين على الحصول على الحمل السليم. ننصح ونحذر ونساعد المرضى ونحثهم على أخذ العلاج من الطبيب المختص، ولكن للأسف نتفاجأ أن الإقبال في ازدياد على هذه المنتجات. نعم، يعني الوعي ما في تنامي للوعي أبدا. والله للأسف الشديد. طيب دكتور، أيضا ودي أسأل السعوديين لو تكلم الناس اللي أتونكم في العيادة اللي عندهم ضعف جنسي، هل الأسباب في الغالب نفسية أم أسباب مرتبطة بزيادة وزن أم بقلة مجهود رياضي؟ يعني المعدل الأعلى بالنسبة للمسبب الضعف الجنسي عند السعوديين تحديدا؟ المسبب الرئيسي لدى السعوديين هو مرض السكر بشكل رئيسي. نسبة مرض السكر في المملكة العربية السعودية مرتفعة، وخصوصا في العقد الأخير أصبح المصابين بمرض السكر من النوع الثاني بدأت أعمارهم تبدأ مبكرة، يبدأ معهم المرض. ومن مضاعفات مرض السكر هو التأثير على القدرة الجنسية. السبب الآخر هو لدى المرضى الذين يعانون من تأخر في الإنجاب نتيجة بعض العوامل من الإحباط والاكتئاب، قد يحدث لديهم ضعف الرغبة الجنسية، وهذه أسباب نفسية وليست أسباب عضوية. نادرا نجد بعض المرضى مثلا يكون لديهم سبب عضوي أو سبب رئيسي لضعف الجنسي وعدم الرغبة. في غالب الحالات التي تزورنا في عيادتنا بعيدة تأخر الإنجاب يكون السبب هو سبب نفسي بالأساس. نعم، شكرا لك دكتور بندر العبد الكريم المتخصص في العقم وجراحة الأطفال الأنابيب على حضورك معنا في برنامجنا هلا والحديث عن هذا الملف. أيضا أشكر الأستاذ عبد الرحمن السلطان من هيئة الغذاء والدواء على المعلومات اللي قالناها اليوم. الحقيقة أشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا دائما في هلا، وغدا نحن معكم في حلقة جديدة من حلقات يا هلا بالعرفج مع عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج، حلقة يوم الأربعاء. أدري أنكم الحين كثير من الناس مشغولين بالمباراة، كل التمنيات للفرق بالتوفيق. أشكركم وألقاكم غدا في أمان الله.